شو هذا تبارك الله، هذا كاع طلق المرأة. هاو طلق المرأة وسبت هادشي بحال هادا، طلق المرأة والبنت. عليكم طلع الشرفة المبارك سعيد، هذا معكم قدم هشام، طريقة العساوية، طريقة الصوفية راه معروفين عليها، سلعة الله هو هذا، يقسم سيدي ربي هو هذا، حنا تنعيشو واحد الحدث، ربي عالم علينا، راكم عارفين هاد السيدة بلي وقعت الجائحة وهاد الشي اللي واقع في بلاد، سلعة الله هو هذا. هذا وزنا ربي عالم علينا، جميع اللي تيقطع في هذا القطاع هذا كامل مضرور، السيري كاين ها واحد منهم ها الثاني ها الثالث ها الرابع الخامس ومازال عطي تيعطي، المغرب كله اللي قاعد تيخدم في هذا القطاع كله مضرور، حباب الله اللي باع دوزانو اللي باع ماتريان ديالو اللي باع حوايجو اللي كل واحد شو اللي قسم الله كان اللي هز عائلته كان اللي خارج مسكين تا هو حباب الله تيتعاونوا مع السيري كاين. تبريك الدم يقول لك شي واحد راه اللي خدام في هذا القطاع جميع القطاعات الا هذا القطاع عندنا فيه مشكل دابا باك الله راه الدراري باك الله موسيقيين وبزاف وعساوان مكاكاف تريتورا كلهم عايشين في هذا القطاع مالوكين شي بنادم هادي صحيحه من عند الله بنادم ما عولش عليها دابا لعت الله هو هذا ما عندهم ما عندهم بنادم ما يدير ما يدير بنادم يقسم الله هو حنا تنعيشوا الحادث تيجيب الله الفرج من عندهم ماشي مضرورين حنا مالوكين تكون مضرورين حنا راه مالوكين ملي تخدموا في هاد القطاع تنديروا حتى شي حاجه من غير هاد القطاع هذا هو تخدموا فيه هو تنشطوا تخدموا يومين في السيمانه ثلاث ايام في السيمانه الربع الصيف عاوتاني كيتجوز عندنا مزيان تنعيشوا ولكن دابا تقريبا حنا عام ما خدمنا من شهر ثلاثه لدابا مازال ما خدمنا ما والو جميع الناس مشاكل اللي عندهم مسؤوليات الناس راه عندها الطريطه تاع الدار وعندها مسائل كامله وعندها الضو وعندها الماء وعندها الكرا ومزوجين وعندهم مشاكل كبيره وكان ليه فرق تفرق مع المراه ديالو كل واحد وشنو الظروف ديالو هاد الحادث تنعيشوه كامل اللي في هاد القطاع هذيك البريك كامل اللي يقول لك شي واحد في هاد القطاع راه ما تيعيش واخا يكون عنده بيرد الفلوس يتقاد راه عام الخدمه ولا والو لا اعانات لا تشي هذا كاين وزاره الثقافه ولا المسؤولين ولا البلديه ولا ما كاينش ولا تعطيك شي ريح كذب عليك كذب احنا تعيطوا لنا راه الاوراق جمعوا هذه غنديروا معكم تنجمعوا دوك الاوراق تنصيفطوهم لهم ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه كذب عليك كذب ما كاين شي حاجه باش انا خصهم هاد الناس يمروا يعطيونا نخدموا تلقوا لنا نخدموا ما بغينا نخدموا صراحة الله هي هذا ما بغينا نخدموا انا تاكين على راسنا بيدينا تلقوا لنا نخدموا الناس راه الناس تخدم في هاد القطاع صاحبي راه واكل العصاب المعقول هما تيضحكوا حنا كان قوت لهم تيضحك هما هادو اللي وقع لهم شو هذا تبارك الله هذا طلق المرأة هاو طلق المرأة وسبت هادشي بحال هادا طلق المرأة والبنت واحد العطيفة اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة